استقبلنا في مشفى عابرين الجراحي صباح هذا اليوم 9 من شباط 2017 4 حالات إصابة بغاز الكلور السام. كانت الإصابات شديدة، بين الإصابات الأربعة شهيد واحد، وباقي الإصابات إصابات شديدة. عانى المريض من عسرة تنفسية وهياج شديد وغياب عن الوعي. طبعا اعطينا المرضى العلاج المناسب من الهيدروكورتيزون والديكسون والاكسجين. طبعا نسال الله الشفاء العاجل لهم ولجميع المرضى ان شاء الله.